عملت لك الكيك اللي بتحبه بالبندق واللوز. شكرا. يلا مشان شربك الدواء. راح يصير وزني 1000 كيلو. انت بتلبق لك الصحة. بس لا، وعايز يزيد وزنك بابا والماما وسهيلة بكفوا، لأنه إذا أنت سمنت المطبخ ما عاد يسعنا. لا تاكلي هم، أنا ما رح أرجع لهنيك. أف بشير لا تحكي هيك، اختنقت، خليني نتمشى شوي. ما بصير الجو مثل التلج. مليت وأنا قاعد هون بين 4 حيطان. بسيطة، بس يصير الجو حلو بنطلع بنتمشى قد ما بدك. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنعام خانم. هاد صوتي هاد. أنعام خانم راحت من الصباح على الشركة. اجوا العرسان. اه في كم غرض بالسيارة مشان بشير، اذا بتريد عمو ممكن تجيب لنا اياهم. طبعا نهال خانم فورا. مين؟ رفيق من الكلية. فوت يلا بالحيك. الو مهند، هذا الواطع عم يلعب معنا. شو صار؟ لك هذا عم يتمسخر علينا، طلع بيعرف شغلات كتير. حبيبتي اهدي شوي، قلي لي شو صار. قايله لعدنان دور على الغرامة المرورية تبع مرتك، وهلأ اجاني ظرف باعت لي صورة عن وصل عقوبة. شو عم تقولي؟ مثل ما سمعت مهند، الموضوع زاد عن حده كتير، لازم نساوي شي بسرعة. من وين جاب الوصل؟ ما بعرف ما بعرف. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. اجينا مشان نشوفك. شكرا. منيح الحمد لله. أكيد جميلة دايرة بال عليك، مبين هالشي من وشك. لسا مبارح اجيت، يعني صار لي يومين. تفضلي، شو عم تستني نعزمك مثل الضيوف؟ رح صب لك شاي وفي كيك كمان. هدول من يلي بيحبهم بشير. رح صب لك كاسة شاي. أنا رح شوف مهند. لو تشوفي كيف عم يتطلع فيني كأنه عم يتحداني. الله ياخده، أكيد هو اللي خبر حلمي. الله ياخده هن اثنين. شو بدي ساوي معه؟ أصلاً أنا مو طايق شوفه. ماشي، خلينا نقول انه بشير سمع مكالمة انعام خانم ووصل له اياها. طيب من وين لقى الوصل وعطايا؟ مهند يلا تعال. انا مضطر سكر. مهند دقيقة لا تسكر. اجتني هان، بعدين منحكي. ليش سكرت الخط؟ كان فيك انك تحكي جوا. ما في شي مهم. ادفع هاد وبعدين بتجيب السيارة من الحجز. بتأمري خانة. لا تحكي شي لحدا ولا كلمة، مفهوم؟ لا تاكلي هم. اذا سمعت شي رح ألعب فورا. تكرمي. بين عليه انه متحسن مو هيك؟ اي والله بشير، طبت بسرعة، برافو. لا
ليش ما رديت؟ قادر فيه، مو حابب احكي معه. انت عملتيهم لهدول؟ ايه طيبين؟ يسلم ايديكي. بشير كتير بيحبهم. هالشاب كتير محظوظ. ماما شو بعتت لنا؟ كلهم بالشنطة، بس تفضيها اعطيني اياها مشان اخذها معي. طيب. مراد تضايق لانه ما اجا، كتير مشتاق لك. وانا اشتقت له. جبت لك معي شوية كتب. مهند جبت الكيس اللي كان بصندوق السيارة؟ لا، بس انت حطيته. يلا حبيبي خدي لشوف، طالما بتعرفي وين هو. يعني قصدك روح انا؟ يلا لشوف. عم تتعاون مع حلمي أونال ما هيك؟ شو؟ لا تغشم حالك، انت زلمته لهداك الوقت. انت شو عم تحكي؟ ليش هيك سويت يا بشير؟ عطاك مصاري؟ اللي شو عطاك لحتى خبرته؟ مهند لا تجن، اللي شو مشكلتك؟ نحن عملنا اتفاقية معك وانا وفيت بوعدي، بس انت ما وفيت يا بشير. رحت وحكيت كل شيء لحلمي وخليته يشتغل فينا. انا ما قلي شغل مع حلمي اونال، ولا رح يصير. لا تكذب علي، هالشي ما حدا بيعرفه غيرك. هو شو اللي عرفه؟ ما قلت له شيء. هلا بحلف لك على القران، لا شفته ولا حكيت معه، ما بطعم بالظهر مثلك. انا لو بدي احكي شيء كنت رحت وحكيت مع عدنان بيك. انت بتعرف من شان مين عم مسكت. انت اذا بتنفذ وعدك ما حدا رح يسمع مني اي شيء، بس اذا بتتراجع عن وعدك بتزعجها لنهال، او بتنزل دمعه من عيونها بسببك، وقتها رح احكي. بقسم لك اني رح اقول كل شيء. طيب اذا مو انت اللي حاكي له، مين لك كان؟ مين؟ برا كتير برد. صاير شي؟ لا، عم ندردش مع بعض. تفضل هيك كتبك. شكرا لك. Thank you.